لما تضيع قوات النظام السوري المدعومة روسيا وقتا في انتهاز فرصة الانسحاب الامريكي السريع من سوريا، فانتشرت في بعض المناطق التي يسيطر عليها المسلحون الاكراد جنوبي الحدود التركية. واعلنت وكالة الانباء السورية سانا دخول وحدات من القوات الى بلدة منبج في غضون ذلك. قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان بلاده في مرحلة تنفيذ قرارها بخصوص منطقة منبج السورية. عشرات المدرعات التركية وآلية تنقل مزيدا من المقاتلين التابعين للجيش الوطني السوري إلى منبج. تبدأ العملية بدخول القوات العسكرية إلى قرى منبج الشمالية، وقصف يستهدف مواقع المسلحين الأكراد غرب النهر. كل ذلك لم يكن في الحسبان عند بدء عملية نبع السلام الأخيرة، لكن بعد أخبار عن اتفاق بين قوات النظام السوري والمسلحين الأكراد على تسليم المدينة إلى قوات النظام السوري بهدف منع الجيش التركي من التقدم نحوها، تغيرت مسار العمليات القتالية إذن. نحن قوات الجيش الوطني السوري الحر، نحن الآن نجهز قواتنا لدخول مدينة منبج وطرد عصابات البيكيكي الإرهابية من مدينة منبج، ولن نسمح بدخول النظام إلى منبج. منبج عربية وستبقى تحت ظل حكم الجيش الوطني. منبج إذن لن تكون للنظام ولا للمسلحين الأكراد كما يقول قادة المعارك بعد انتشار على طول محور المنطقة وبدء العمليات العسكرية. تحرك كثيف وعاجل لهذه القوات جرى خلال الساعات الماضية، جاء بأوامر من غرفة العمليات المشتركة لقطع الطريق على قوات النظام السوري وفتح محاور المنطقة، بعد أن قام الجيش التركي أيضا بنشر جسور متنقلة سيتم استعمالها لقطع نهر الساجور المؤدي إلى ريف منبج. تتوسع إذن رقعة العمليات القتالية على نحو غير محسوب، وتتشابك الملفات على نحو مفاجئ، وبات من الصعوبة بمكان التنبؤ بمسار الأحداث حتى خلال الأيام القليلة المقبلة. باتت استعدادات الجيش الوطني السوري والقوات التركية لاقتحام مدينة منبج جاهزة. معركة باتت سباقا بين القوات التركية ونظام الأسد، سباق تخطى كل الاتفاقيات الدولية. خالد الإدلبي، العربي، من جبهة منبج شمال شرح سوريا. ومع سقوط مدينة تل أبيض احتفل الأتراك واللاجئون السوريون في مدينة أقجة قلعة بما اعتبروه نصرا على المسلحين الأكراد، ويأمل المهجرون السوريون بالعودة إلى مدينتهم التي خرجوا منها قبل خمس سنوات بعد سيطرة قوات عملية شرق الفرات على المدينة. رفعت الراية، انتهت إحدى جولات المعركة، لكن آثارها ظلت تلوح في الأفق. عند الجدار الحدودي على الطرف التركي يجتمع مهجرون من مدينة تل أبيض السورية يراقبون ما يحدث في مدينتهم التي غادروها مجبرين قبل 5 سنوات. جمعة ورفاقه باتوا يتحدثون عن عودة قريبة إلى الديار بعد سيطرة قوات عملية شرق الفرات على هذه المدينة. احنا صار لنا يعني لاجئين هون 5 سنين، يعني كنا بسوريا، يعني الاكراد يعني جاي ياخذون، انه اللي عنده شاب اللي عنده بنت ياخذون يعني غصب يعني. وقمنا اجينا لهين يعني، والحمد لله هين مبسوطين مرتاحين يعني. يعني احنا رايدينها انه تصفى، والله يوفق انه الجيش انه حرر لنا مدينه اسلوك وتل ابيض، والحمد لله انه مبسوطين ومرتاحين، ويعني نريد انه نرجع لوطننا على بلدنا يعني. اصداء ما اعتبروه نصرا في تل ابيض كانت حاضره في أقجة قلعة، فالمدينتان تجمعهما تاريخيا صله قرابه ويفرق بينهما جدار فاصل. احتفل الأتراك المنحدرون من أصول عربية بسيطرة جيشهم على تل أبيض السورية. تلقينا خبر وفرحنا فرحا شديد، وكبرنا وشكرنا الجيش وسيادة الرئيس، وفرحنا فرحا شديد. ما زالت الأحياء السكنية المحاذية للحدود خاوية على عروشها، كانت هذه المنازل هدفا لقذائف الهاون. غادر سكانها وظلت جدران البيوت شاهدة على المعركة التي انتهت هنا، لكنها ما زالت مشتعلة
على جبهات أخرى. سقطت تل أبيض إذن. هدأ أزيز الرصاص هنا وباتت الأنظار متجهة إلى جبهات أخرى للقتال قد تفتح قريبا. هي عملية يقول الأتراك إنها ماضية حتى النهاية. تبدلت التحالفات على الأرض وباتت سيناريوهات المعركة مفتوحة على كل الاحتمالات. عدنان جان العربي من مدينة أقشقلعة على الحدود السورية التركية. وتعليقا على تنديد الجامعة العربية بالعملية التركية، وصف الرئيس رجب طيب أردوغان قرار الجامعة بأنه متخبط ومتناقض، وأضاف أن العملية العسكرية التي بدأتها أنقرة قبل 6 أيام تركز على إخلاء منبج من الإرهابيين لتأمين عودة سكانها الأصليين على حد وصفه. نحن مصممون على مواصلة العملية حتى نهايتها دون أن نعبأ بالتهديدات. ونبقى في موضوع العملية العسكرية التركية شرق الفرات، إذ نددت وزارة الخارجية التركية بإدانة الاتحاد الأوروبي للعملية والطلب من الدول الأعضاء وقف بيع الأسلحة لأنقرة. هذا وذكرت مصادر الوكالة الأنباء الفرنسية باريز قد لا تجد أمامها من خيار سوى سحب قواتها من التحالف ضد داعش في شمال سوريا. الغاضبون وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في لوكسمبورغ. فات الأوان، تحذيراتهم لم تفلح، لم تثني تركيا عن التوغل في الشمال السوري. في ظل موقف ترامب الرمادي تلاشت القدرات السحرية للأوروبيين. تؤيد الحكومة الإسبانية تماما عدم بيع أسلحة إلى تركيا، لكنني أقول أن هذا القرار يخص كل دولة، لا يمكنني ضمان ما ستفعله الدول الأخرى. استبقت دول في الاتحاد على رأسها فرنسا وألمانيا وهولندا هذا الاجتماع بإعلان وقف صادرات السلاح إلى تركيا. فرنسا تتوقع من هذا الاجتماع توجيه طلب محدد لإنهاء الهجوم واتخاذ موقف صارم بشأن صادرات الأسلحة لتركيا، ومطالبة الولايات المتحدة بالدعوة لعقد اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإرهابي. انتظ اجتماع لوكسمبورغ بتنديد شديد اللهجة ضد تركيا بمخاوف من أن يؤدي هجومها إلى عودة تنظيم الدولة إلى الواجهة وبتعهدات لمعاقبتها ومنع صادرات السلاح الأوروبي عنها. الأمر الآن متروك لكل دولة على حدة لاتخاذ إجراءات بهذا الشأن. غضب الأوروبيين من تركيا قديم، ليس مرتبطا بعملياتها العسكرية في الشمال السوري فحسب. وزراء الخارجية الأوروبيون استدعوا خلافات قديمة، المسألة القبرصية بتعقيداتها التاريخية، وأقروا عقوبات تستهدف عمليات التنقيب التركية عن النفط والغاز في المياه المحاذية لقبرص. هذا ونفى الرئيس التركي أن يكون الهجوم المستمر قد تسبب في فرار مقاتلي داعش المحتجزين لدى القوات الكردية، وأضاف أن بلدة تل الأبيض في شمال سوريا فيها سجن واحد أفرغته القوات الكردية من مسلحي التنظيم قبل دخول الجيش التركي. كان هناك سجن واحد فقط في منطقتنا، وهو سجن يأوي عناصر داعش. عندما ذهبنا إلى هناك وجدنا أنه تم إفراغه من قبل وحدات حماية الشعب، لدينا تأكيد على ذلك، صور فوتوغرافية وفيديوهات، وقد أطلعت شركائي على ذلك. أما بخصوص الانسحاب الأمريكي، فقد قال أردوغان إن الخطوة التي قامت بها واشنطن كانت خطوة جيدة. من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي إنه لا يستبعد تعمد تنظيم حزب العمال الكردستاني إطلاق سراح عناصر من داعش لدفع واشنطن للتدخل مجددا في سوريا. ويتحرك ترامب في واشنطن وفي بقية الولايات الأمريكية ثابتا على قراره بالانسحاب من سوريا، لكن القضية الأساس التي ذهبت بلاده من أجلها إلى سوريا تطارده، قضية تنظيم الدولة الإسلامية ومصير مسلحية. الرئيس الأمريكي يغرد معترفا بأن الأكراد قد يطلقون سراح مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة لجر أمريكا للعودة إلى سوريا ثانية، ويرى بأن تركيا قادرة على إلقاء القبض على أولئك المقاتلين إن تحركت بسرعة. يتحرك ترامب في واشنطن وفي بقية الولايات الأمريكية ثابتا على قراره الانسحاب من سوريا، لكن القضية الأساس التي ذهبت بلاده من أجلها إلى سوريا تطارده، قضية تنظيم الدولة الإسلامية ومصير مسلحيه.
رئيس القوة الأولى في العالم يغرد معترفا بأن الأكراد قد يطلقون سراح مقاتل ما يعرف بتنظيم الدولة لجر أمريكا للعودة إلى سوريا ثانية. يرى بأن تركيا قادرة على إلقاء القبض على أولئك المقاتلين إن تحركت بسرعة، لكنه يهدد بفرض عقوبات على تركيا إن هي تجاوزت الخطوط الحمر. فما الذي يريده منها؟ يختم تغريداته باستنكار فكرة الدخول في حرب مع تركيا العضو في حلف شمالي الأطلسي الناتو، كلمات لا يربط بينها أي منطق سوى رغبات ترامب. الكونغرس مستمر في معارضته لقرار سيد البيت الأبيض وللعملية العسكرية التركية. إن الكونغرس بأكمله تقريبا مع استثناءات قليلة يعارض قرار الرئيس، لكن عندما يأتي الأمر للتحركات العسكرية من سوريا أو إليها أو داخلها وخارجها فإن للرئيس صلاحيات مطلقة، لذلك يمكن للكونغرس أن يقول ما يشاء، لكن القرار يعود للإدارة فيما يخص سوريا والتدخل العسكري التركي. الملف وقراراته بين يدي ترامب، لكنه لم يعد يملك زمام المبادرة على الأرض. بعد أسبوع وصف بالأكثر اضطرابا في مجال السياسة الخارجية لإدارة ترامب، يبقى الرئيس الأمريكي مصمما على قراره بنبض يده من الملف السوري، ويبقى سؤال مستقبل مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة بغير إجابة. رافد جبوري، العربي، واشنطن. الآن إلى مراسلنا من مدينة تل أبيض قحطان مصطفى. مرحبا بك قحطان. الأمور في تل أبيض حصمت عسكريا الآن، هذا ما تأكد، ولكن الأنظار كلها تتوجه عسكريا باتجاه منبج، أليس كذلك؟ نعم بالضبط. طبعا نحن الآن متواجدين في مكان يتجمع فيه مئات المقاتلين، طبعا ابتعدنا عنهم قليلا حتى نستطيع التحدث بأريحية أكثر. مئات المقاتلين الآن يتجمعون للانطلاق إلى محاور جديدة في محور مدينة تل أبيض. من المتوقع أن تكون مدينة كوباني خلال الساعات القليلة، أو عين العرب المعروفة بعين العرب، خلال الساعات القليلة القادمة. طبعا اليوم أيضا كان هناك تقدم للجيش الوطني المدعوم من الجيش التركي في محيط مدينة تل أبيض، حيث استطاع أن يسيطر على 4 قرى جديدة في محور تل أبيض. طبعا أيضا في محور رأس العين، حيث استطاع أيضا الجيش الوطني والجيش التركي التقدم إلى 14 نقطة في محور رأس العين. بالانتقال إلى مدينة منبج شرق حلب، حيث بالفعل بدأت العملية العسكرية هناك، والآن جميع القوى والأنظار تتجه باتجاه مدينة منبج. جدل كثير حول هذه المدينة بدخول نظام الأسد وأيضا خروج النظام، لكن هذا الجدل قد حسم بعد اقتراب عدد من العربات إلى منطقة قرقوزاق، هذه المنطقة التي حاول نظام الأسد الاقتراب من خلالها إلى مدينة منبج، إلا أن المدرعات الأمريكية منعت هذا التقدم، والآن سجل تقدم للجيش الوطني ليحرز طبعا تقدم جديد، محققا يعني السيطرة على قريتين جديدتين في محيط مدينة منبج. ولا تزال القوات الآن تتجمع كما أسلفت لك للوصول إلى محيط مدينة منبج وبدء عمل عسكري كبير. هنا رأينا أيضا عربات تحمل يعني مصفحات وتحمل بعض الجسور المتحركة لعبور نهر الفرات أو عبور الجهة الغربية من نهر الفرات. ربما ستكون العملية بحسب طبعا القادة العسكريين المتواجدين هنا بأنها ستكون قوية جدا، وأيضا بأقوى أو أسرع ما يمكن لحسم هذه المعركة والسيطرة على مدينة منبج. شكرا جزيلا لك قحطان مصطفى من محيط مدينة تل أبيض. الآن إلى اسطنبول نتوجه وضيفنا من هناك فراس رضوان أوغلو الكاتب الصحفي. أستاذ فراس مرحبا بك. هناك الآن نشاهد تسابقا بين الجيش التركي والقوات المعارضة السورية المتحالفة معه والجيش النظام السوري باتجاه منبج. هل نحن على مشارف مواجهة مباشرة بين الطرفين في منبج للسيطرة عليها؟ عمليا بأرض الواقع لا أعتقد ذلك، لأن في النهاية حتى لو أرادت
القوات تتبع دمشق أن تسير لتلك المنطقة، هذا سيكون ربما بغطاء سياسي من موسكو أولا. صح. لكن هناك محاولة للدخول أو الولوج، من يصل أولا يعني ممكن أن يكسب، لكن هذا صعب أعتقد، لأن يعني حسب التواجد العسكري هناك ربما شبه إحاطة لمنبج، إن كان من الشرق أو من كان من الغرب، وربما هذا ما كان في حسبان القادة العسكريون في هنا في تركيا. ولكن لماذا يتأخرون؟ لماذا لم يدخلوا مثلا منذ أول يوم القوات الحكومة دمشق؟ أعتقد ربما هي نوع من الدعاية حتى الآن، يعني حتى الآن لم يثبت شيء حقيقي، حتى عندما سئل الرئيس أردوغان قال يعني لا يوجد شيء مقلق حتى الآن، ولذلك ونحن لذلك تفاهماته مع موسكو ما زالت قائمة. طبعا إذن ما هي احتمالات الصدام بين الطرفين؟ هل ترجح الصدام بين الطرفين مواجهة؟ كل شيء وارد حقيقة، ممكن أن يكون ذلك، ولكن لا أعتبر ربما السيناريو الأول ربما سيكون في ذلك، لكن كل شيء وارد إذا تقدم. لكن هل سيقصف الطيران التركي مثلا قوات تتبع لحكومة دمشق؟ هل هم فعلا من القوات الجيش النظامي أم القوات الرديفة التي تقاتل معهم كما فعلت في عفرين، قصفت تركيا تلك القوات؟ طيب، موضوع معتقلي داعش وما أشار إليه الرئيس الأمريكي وأيضا في خطاب الرئيس التركي من أن القوات الكردية في مدينة الأبيض قد أطلقت سراحهم عنوة بشكل مقصود كما قال ترامب، بهدف إعادة ترامب أو القوات الأمريكية الولايات المتحدة والجيش الأمريكي إلى المستنقع في المنطقة، هل ترجح ذلك؟ يعني أتوقع ذلك، لأن كل العمليات مصورة من السماء، يعني إن كانت عبر أقمار صناعية أو طائرات التي تصور بدون طيار، هناك بعض الفيديوهات التي عرضتها وزارة الدفاع تعرض بشكل دقيق جدا كل التفاصيل، هناك أيضا غرفة عمليات مشتركة لديها تلفزة متعددة تشاهد تقريبا كل شيء في ما يحصل المصور عبر أقمار صناعية أو تلك الطائرات، لذلك هذه كلها معلومات أعتقد أنها ملموسة، لذلك ليست عبثا. قصدك الصور تؤكد أنهم هربوا ولم يهربوا لوحدهم، لأن ببساطة شديدة إذا كانوا موجودين في غرفة مقفولة كيف سيخرجون إلا من يفتح لهم هذه الغرف، أو منذ البداية إذا كان لديهم تخوف فليسلموا هؤلاء المتهمين بالإرهاب إلى جهات مختصة باتجاه دمشق موسكو باتجاه العراق، أو يضعون لهم أقفال. لكن هي حجة كما قال الرئيس ترامب أتوقع هي للضغط على أمريكا لعودة إلى تلك المنطقة. شكرا جزيلا لك فراس رضوان أوغلو الكاتب الصحفي من اسطنبول. اتفاق الأكراد مع النظام السوري أثار ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، مها تؤكد ذلك. نعم بدر، احتمل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالاتفاق المفاجئ الذي توصل إليه الأكراد مع النظام السوري والذي يقضي بنشر قوات النظام على طول الحدود مع تركيا في محاولة لإيقاف العملية العسكرية التركية التي دخلت يومها السادس اليوم. يقول مهنا الحبيل مدير مكتب دراسات الشرق في اسطنبول، دخول نظام الأسد لشرق الفرات لن يكون مفاجئا ولكنه خطة توافق دولي إقليمي واسع. موقف تركيا سيتعامل مع اتفاق سوتشي بعد دحرجتها لحرب الأكراد، وهو ما التزمت به موسكو وطهران، أي دفن الإقليم الكردي مقابل تصفية الثورة. وغرد الأكاديمي الكويتي عبد الله الشيجي وقال المستفيدون من انسحاب ترامب من شمال سوريا هم الأسد وروسيا وإيران، هذا واضح من اتفاق روسيا والنظام وقصد بتمركز قوات الأسد في القامشلي والحسكة على بعد كيلومترات من حدود تركيا وحلفائها. روسيا تعزز مكانتها بزيارة بوتين للسعودية والإمارات دون تغيير استراتيجي في المعطيات والديناميكية. وسخر الأكاديمي السوري عزة السيد أحمد من ازدواجية المواقف الدولية وقال منذ 3 سنوات وفرنسا تناقش مشروع تعليق بيع الأسلحة للسعودية بسبب تدخلها في اليمن، وحتى الآن لم تصل إلى قرار. بينما خلال 24 ساعة من تدخل تركيا في سوريا قررت قطعيا تعليق بيع كل التجهيزات العسكرية لتركيا، وكذلك فعلت ألمانيا. وفي المقابل قال السيناتور الجمهوري لينسي غراهام في تغريدة، وقال تحدثت للتو مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بشأن تحرك الكونغرس ضد توغل تركيا في سوريا، وهي تدعم التوافق على فرض عقوبات ضد تركيا، وتعتقد أيضا أنه يجب علينا
إظهار الدعم للحلفاء الأكراد وتشعر بالقلق إذا عودة ظهور داعش. وتعليقا على اتهام ترامب للأكراد بإطلاق سراح مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، قال كولين كونراد: يلوم ترامب الأكراد على هروب أعضاء داعش، الأتراك كانوا يقصفون السجن، ماذا تتوقع أن يحدث؟ أنت عار علينا، وليس لديك أي فكرة عما يحدث لأنك مشغول بالتذمر كطفل مدلل على تويتر. وقال المحلل السياسي الأمريكي بيل كريستول في تغريدة: بما أن التحقيقات جارية بشأن التأثيرات الأجنبية على سياسات إدارة ترامب الخارجية، وبما أن ترامب قرر السماح لأردوغان بمهاجمة الأكراد، ألا ينبغي على مجلس النواب أن يطالب بالكشف عن محتوى مكالمة ترامب الهاتفية مع أردوغان؟ هذه أبرز ردود الفعل. عودة إليك بدر. شكراً معك.